من أشهر القصص التي وردت في القرآن الكريم في الكثير من المواضع قصة سيدنا موسى، والتي ضمت العديد والعديد من الشخصيات التي كانت مؤثرة في الأحداث وبشكل كبير، ومن هذه الشخصيات قصة السامري. فمن هو السامري؟ وما هي قصته مع بني إسرائيل؟ وكيف نجا من فرعون؟ وكيف أضل أو كيف استطاع أن يضل بني إسرائيل؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو اليوم. فإذا أنت أول مرة تشوفنا أو أول مرة تشوف القناة، شرفنا بالاشتراك وادعم الفيديو بلايك وتابع الفيديو للآخر. السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. السامري واسمه موسى بن ظفر، وهو أحد الشخصيات التي ورد ذكرها في قصة سيدنا موسى. ذلك الرجل الذي ولد في العام الذي حمل النبوءة بمولد سيدنا موسى. وفي هذا العام فرعون كان قد قرر قتل جميع مواليد بني إسرائيل، وهذه السنة كانت سبباً في مقتل كافة أطفال بني إسرائيل. فقامت أمه بولادته في الصحراء داخل كهف خوفاً عليه من بطش فرعون. ويذكر أن هذا الطفل بقي في الصحراء، وهناك مصادر شبه مؤكدة تقول بأنه رباه جبريل عليه السلام، ولكن من المؤكد أن حماية الله قد كفلته. في النهاية هو تظاهر بالإيمان لكنه لم يؤمن أبدا. مرت الأيام وصولا لواقعة شق البحر، وفي هذه الواقعة تعرف السامري على جبريل، أو ربما شعر بكونه فيه شيء من البركة. وذلك حينما رأى أن أي مكان يدب فيه بجناحه كانت تدب فيه الحياة، فأخذ بقبضة من تراب لمسه جبريل لاستغلاله فيما بعد. استمر السامري مع سيدنا موسى حتى تأخر عن موعده، وهنا بدأ في بث الفتنة بين صفوف اليهود، وقام بإقناعهم بأن الحلي والمسوقات التي حصلوا عليها من المصريين قبل خروجهم من مصر بأنها ليست من حقهم وإنها حرام عليهم. وبعد ذلك أقنعهم بضرورة إحراق هذه المصوغات، وبالفعل قاموا بإلقائها في النار. فعمل على تصنيعها على هيئة عجل، ثم وضع التراب الذي جمعه مسبقا في فم العجل الذي قام بتصنيعه في ذلك الوقت، فخرج صوت يشبه خوار العجل. ونتيجة للحياة الوثنية التي كانوا يحيونها في تلك الأيام وتقلبات قلوبهم، انتقلوا بسرعة البرق إلى عبادة هذا العجل الذي صنع أمام أعينهم، وذلك اعتمادا على قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسد له خوارا فقالوا هذا إلهكم وإلهي موسى. وهناك رواية أخرى في تفسير ابن كثير، حيث قيل أن السامري شخص رأى الملاك جبريل عليه السلام وقد قام بتناول قبضة من إثره وألقاها على ذهب بني إسرائيل، مما جعل الذهب يتحول إلى عجل، وكان ذلك قد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من إثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وفي هذا الوقت قاموا هم بالرقص حول العجل كنوع من الطقوس الدينية والوثنية. وأكد السامري على كلامهم وتصرفاتهم قائلا أن موسى قد نسي ربه عندنا وخرج لمقابلته في الصحراء. وفي ذلك الزمان حاول سيدنا هارون عليه السلام نهيهم
عن هذا الأمر ولكنهم أبوا ذلك، وذلك اعتمادا على قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فكان ردهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وهنا حاولوا قتل سيدنا هارون، وقد كانت حكمة إلهية عظيمة من قيام السامري بإغواء بني إسرائيل في الذهب الذي تحول إلى عجل بعدما رأى السامري جبريل عليه السلام. برغم من أن البشر لا يرون الملائكة، إلا أن كان في ذلك حكمة إلهية عظيمة لكي يكشف الله سبحانه حقيقة إيمان بني إسرائيل، فمنهم من ضل وكفر ومنهم من ثبت على إيمانه. فقد كانت رؤية السامري لسيدنا جبريل عليه السلام هي اختبار لإيمان بني إسرائيل، وبذلك يتأكد لنا أن السامري رأى سيدنا جبريل عليه السلام. وبمجرد أن عاد موسى عليه السلام قام هارون بإخباره بأن القوم قد عبدوا عجلا وأن السامري هو سبب ذلك الضلال، وذلك اعتمادا على قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وهنا قام موسى بالرجوع إلى قومه آسفا عليهم وقد تملكه غضب شديد. انتهت حياة السامري بنهاية كان يستحقها بعد كل الذي قام به طوال حياته، وقد تحدث الإمام القرطبي عن وفاته وعاقبته، فقد انتهت حياته منبوذا بعيدا عن الناس، فلا يمس الناس ولا يمسونه. وقد قيل أن عاقبة كل من اتبعوه أن لا يمسوا إلى يوم القيامة، فقد كان كل من يمس السامري يصاب بالحمى والتي كانت سببا لمقتل الأحياء وقتها، أي أنها كانت مرض لا علاج له، فمن يصاب بالحمى نهايته الموت القريبة والعاجل. فابتعد عنه الناس وانتبذوه، وكانت هي العاقبة على ما فعل من إضلال لبني إسرائيل بما عمل مع العجل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا أنت وصلت لهذه الدقيقة من الفيديو فيا صديقي شكرا لك من القلب على وقتك الذي لا يقدر بثمن. وبس، هذا كان كل شيء الفيديو اليوم. كونوا بخير وصحة وسلامة، ونشوفكم الفيديو الجاي.